نظمت الشركة المتحدة للمعارض الدولية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين، نظمت معرض الأمن والدفاع الثاني بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية. الجانب العراقي وعلى لسان وزير الدفاع سعدون الدليمي أكد أن العراق بحاجة إلى أسلحة من شركات معروفة مع التركيز على الجودة وليس الكمية. تحت شعار بناء قدرات دفاعية متطورة وبناء أمن داخلي مستقر يتحقق الأمن، أقيم في بغداد معرض الأمن والدفاع في دورته الثانية. أجنحة هذا المعرض ضمت نماذج لطائرات قتالية متنوعة فضلا عن أسلحة مختلفة، منها هجومية ومنها دفاعية، بالإضافة إلى آليات ومعدات عسكرية أخرى. مشاركة جيدة جدا، يعني هذا المعرض إن شاء الله راح يتيح للوزارة التعرف على الشركات البقية، ونشوف يعني هناك يعني العديد من العقود اللي قد تحدث يعني مع الشركات العالمية. معرض الأمن والدفاع شهد مشاركة دول عربية وأجنبية من بينها باكستان وكوريا الجنوبية، فضلا عن مشاركة أكثر من 50 شركة عالمية متخصصة في مجال السلاح. الجناح الكوري منع عدسة روسيا اليوم من تصوير لقطات لنماذج من الأسلحة الكورية بحجة أن التصوير يتناول أدق التفاصيل. نحن الآن في طور مناقشة وإيجاد حلول مشاريع عديدة في مجال المراقبة والأمن وفي مجالات السيطرة على العجلات، ونعتقد أنه خلال فترة قليلة راح نقدر نوصل إلى توقيع عقود مهمة في جمهورية العراق. الجانب العراقي من خلال وزارة الدفاع والمنتجات المدنية شارك ببعض الابتكارات العسكرية. أيثم عبد الكريم موظف في وزارة الاتصالات صنع بقدراته الذاتية نموذجا آليا يقوم بكشف المتفجرات إلى جانب وظائف المراقبة أيضا. عندي هذا الروبوت، عمودي صنعته، يعني تصنيع من مواد موجودة، يعني مواد مستهلكة، وهذا الروبوت طبعا مزود بكاميرات، فيحمل جهاز السونار، فعندما تمر السياره ويكون هاي السياره يعني تكون مفخخه او تكون اي شيء، فاول شيء هاي يكون دقه بالعمل وما يتاثر ما يتعب. القيادات العسكريه العراقيه اكدت ان العراق بحاجه خلال الفتره القادمه الى اسلحه حديثه متطوره، وسيركز على النوع وليس الكم، وهو بحاجة إلى أسلحة ومنظومات أمنية من الشركات المعروفة. هذا المعرض فسح المجال أمام الجانب العراقي للإطلاع على أحدث القدرات التسليحية للدول المشاركة في هذا المعرض، وسط أمنيات بأن تزداد المشاركة الدولية في الأعوام القادمة. أشرف محمد العزاوي، روس اليوم، بغداد.